إسرائيل على وشك تنفيذ هجوم مدمر على إيران، وذلك للرد على الهجوم الإيراني الكبير الذي طال إسرائيل مساء يوم أمس. وهذه العملية التي نفذتها إيران أطلقت عليها تسمية عملية الوعد الصادق 2، واستخدمت من خلالها 3 أنواع من الصواريخ، وهي صواريخ عماد وقادر وصواريخ الفرد صوت للمرة الأولى على الإطلاق، وهي صواريخ فتاح 1 و250 صاروخا تقريبا هي التي أطلقت من إيران على إسرائيل ومن 6 قواعد كما تحدث الحرس الثوري الإيراني. أبرز هذه القواعد هي قاعدة تبريز وأصفهان وشيراز، أي أنها جاءت من الشمال ومن الوسط ومن الجنوب من جميع الاتجاهات مباشرة على العمق الإسرائيلي. وإيران خاطرت كثيرا عندما أطلقت هذه الصواريخ، هي لم تعطي أي إنذار أو إشعار للطائرات المدنية التي كانت تحلق غرب إيران، إلى درجة إلى أن أحد الركاب في إحدى الرحلات كان يصور الصواريخ وهي تنطلق بهذا الاتجاه، باتجاه طائرته وباتجاه رحلته. كما تلاحظون هي واحدة من اللقطات المثيرة على الإطلاق طبعا بكل تأكيد، وهي مسألة خطيرة. ونلاحظ هنا من خلال هذه الصورة، إذا ما حاولنا أن نحدد هذا الموقع بالضبط ونعرف أين هذه المنطقة والقاعدة الصاروخية التي تنطلق منها الصواريخ منها هنا بهذا الاتجاه، سنلاحظ بأنها قاعدة شيراز. نتجه إلى الشمال قليلا، هذه هي مدينة شيراز كما نلاحظ، وهذه الصورة متطابقة طبعا والعلامات متطابقة مع ما رأيناه من هذه الصورة المصورة من هذا الراكب بهذه الطائرة. وتلاحظ بأن القاعدة من هنا انطلقت هذه الصواريخ بالضبط، أي بشكل أدق من طبيعة حساب هذه المسافة. المقطع المصور بكل تأكيد هو يوضح بأن النقطة تماما التي كانت تقف فيها منصات إطلاق الصواريخ هي هذه المنطقة تحديدا. بشكل عام صافرات الإنذار كانت تقريبا في كامل وفي كل إسرائيل من تل أبيب إلى جنوب تل أبيب، وكانت هنالك ضربات دقيقة من قبل الجانب الإيراني من خلال كل ما جرى من هذا الهجوم. كذلك ستلاحظ بأن هنالك صاروخ الفرد صوت فتاح 1 وهو يضرب بدقة، هذه ضربة سريعة للغاية، الفيديو ليس مسرعا أبدا، هذا هو صاروخ الفرد صوت فتاح 1 الذي ترونه هنا، وهو استهدف نقطة حساسة وخطيرة للغاية في العمق الإسرائيلي. وستلاحظ هنا من هذا المقطع على سبيل المثال من هذه الصورة، تلاحظ بأننا أمام دوار، وتلاحظ في اللقطة الأخرى إلى اليمين بأننا أمام مخازن هنا مستودعات، وكذلك 4 مباني، وبالتالي بخط واحد جاءت عملية الاستهداف بهذا الاتجاه من قبل هذا الصاروخ، صاروخ الهايبرسونيك صاروخ فتاح 1. والمنطقة هي منطقة هرتسيليا إلى شمال إسرائيل كما نلاحظ، وبالضبط وبشكل أدق أن هذه المنطقة وهذا الدوار الذي رأيناه هو هذا الدوار بالضبط، ونفس العلامات التي كانت ظاهرة في الصورة هي ظاهرة أمامنا هنا كما نلاحظ، هي التي ستثبت طبيعة الموقع وأين سقط هذا الصاروخ بالضبط. ترى هذه الأربع عمارات وهذه هي المخازن كما نلاحظ، وبخط واحد التصوير كان قادما من هنا باتجاه هذه المنطقة. وإذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي بسرعة لكي نطلع على طبيعة هذه النقطة التي كانت إيران تود أو ترغب باستهدافها، فإنك ستلاحظ بأننا أمام مقر الموساد الإسرائيلي، لكن الصاروخ لم يضرب هذا المقر بشكل مباشر، وإنما كان قد سقط تقريبا هنا في هذه المنطقة، أي على مسافة 400 متر أو أكثر بقليل من المقر الرئيسي للموساد الإسرائيلي. وكان هذا الأمر مؤكدا وواضحا من خلال أحد المراسلين الذي توقف وكان متوقفا هنا بجانب الحفرة التي تسبب بها هذا الصاروخ. تلاحظ نفس هذه الصورة، المراسل كان قد ظهر بجانب هذا الصاروخ، هذه الحفرة وهذا هو مقر الموساد الإسرائيلي. وعلى الرغم أن هذا الصاروخ لم يتمكن من ضرب مقر الموساد الإسرائيلي، إلا أن الضربات كانت دقيقة على قواعد جوية عسكرية إسرائيلية مهمة للغاية. على سبيل المثال قاعدة تل نوف الإسرائيلية كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإيراني بشكل دقيق، هذه قاعدة تل نوف التي ترونها، وعملية التصوير كانت قادمة من تحت الجسر هنا، أحد المواطنين الإسرائيليين توقف تحت هذا الجسر وبدأ يصور. طبعا إذا ما هبطنا بالقمر الصناعي من هذه المنطقة بالضبط ستلاحظ بأننا أمام هذا المنظر بشكل أقرب، هذه الصورة تتطابق مع المقطع المصور لأحد المواطنين وهو يصور طبعا نقطة الاستهداف لقاعدة تل نوف، وهذا هو المقطع المصور الذي رأيناه والذي تم تصويره من هذا الشخص، يوضح لك أن الضربة جاءت على المدارج على المدرج مباشرة لهذه القاعدة، وعدد من الصواريخ هي التي ضربت القاعدة، ليست
عبارة أو ليست عبارة عن صاروخ أو صاروخين، لا أبدا. أما القاعدة الأخرى فهي قاعدة نيفاتن، هي القاعدة المهمة لطائرات الـ F-35 الشبح. هذه هي قاعدة نيفاتن، وكانت هنالك عملية تصوير موثقة من أحد أيضا المواطنين وهو يصور من هذه المنطقة قاعدة نيفاتن وهي تقصف. تلاحظ هذه المباني إلى الشمال كانت ظاهرة بهذا المقطع المصور، والصواريخ كانت تهبط واحدة تلو الأخرى من صواريخ فتاح، كما هو واضح الفرط صوت من خلال السرعة من خلال الضربة. العديد من هذه الصواريخ ضربت المنطقة والمدارج، لكن الطائرات كانت تحلق طبعا في السماء، بالتالي لم تكن هنالك أي أضرار على مستوى الطائرات كما تحدث الجانب الإسرائيلي. بشكل عام الذي جرى وخارطة الاستهدافات الأساسية هي مقر الموساد الإسرائيلي وكذلك قاعدة تلنوف، وأيضا في نفس الوقت قاعدة نيفاتم وكذلك قاعدة حتسارين. طبعا مقر الموساد إيران استهدفته بهذه الطريقة لأنه هو المتسبب الموساد الإسرائيلي في كل الاغتيالات، إن كانت لإسماعيل هنية أو حسن نصر الله أو عباس نيلفروجان أو غيرهم من هذه الشخصيات حتى من الحرس الثوري الإيراني. أما بالنسبة لقاعدة حتسارين فهي القاعدة التي انطلقت منها الطائرات الإسرائيلية واستهدفت السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية، وقاعدة تلنوف هي التي انطلقت منها الطائرات لاستهداف جماعة الحوثي. أما قاعدة نيفاتم انطلقت منها طائرات الـ F-35 الشبح، وشاركت الطائرات الإسرائيلية التي انطلقت من قاعدة تلنوف باتجاه جماعة الحوثي، وكذلك أن هذه القاعدة تأتي بالقرب وبالقرب منها وعلى مسافة 25 كيلومترا تقريبا مفاعلي ديمونا، المسافة قريبة للغاية طبعا، وهو يعطي رسالة جديدة من إيران بأنها قادرة على ضرب هذا المفاعل إن أرادت ذلك. وكذلك أن هذه القاعدة تحديدا وطائرات الـ F-35 الشبح هي طائرات قادرة على اختراق الأجواء الإيرانية دون مقدرة إيران في حقيقة الأمر من فعل شيء، أو حتى حزب الله أو جماعة الحوثي أو أي فصيل موجود في هذه المنطقة. وأيضا أن قاعدة نيفاتم هي القاعدة التي وصلت لها أغلب القنابل الأمريكية منذ 7 أكتوبر واندلاع هذا الحادث والهجوم الكبير والخطير حتى يومنا هذا. كل القنابل التي جاءت من الولايات المتحدة لمساعدة إسرائيل في العملية على قطاع غزة أو على حزب الله اللبناني أو غيرها كلها قد وصلتها هنا بهذا الشكل، شحنات الأسلحة طبعا الأمريكية لهذه القاعدة تحديدا، كما تلاحظون شحنات هائلة للغاية قد وصلت لهذه القاعدة. بالتالي هنالك معاني من قبل الجانب الإيراني عندما قام باستهداف كل هذه النقاط تحديدا. وطبعا إيران هنا توضح تماما بأن لا زالت لديها العديد من القدرات، هي أولا لم تستخدم رؤوسا حربية متفجرة أو ثقيلة لكي تضرب أهدافها، كانت واضحة جدا بأن بعض الأهداف التي ضربت لم تتسبب بانفجار عال أو كبير، وكذلك أيضا في نفس الوقت بأنها لا زالت تمتلك فتاح 2 وهو صاروخ هايبرسونيك أكثر تطورا من فتاح 1 الذي كان قد استخدمه. وكذلك إيران تريد القول بشكل واضح بأنها قادرة على استهداف أي شيء موجود في إسرائيل دون مشكلة، هي استهدفت القواعد العسكرية هنا، مقر الموساد، هي قادرة على ضرب المنشآت النفطية، المنشآت النووية أو حتى الموانئ الإسرائيلية المهمة وكذلك الكهرباء أيضا بالنسبة للجانب طبعا الإيراني. وهذا هو الأمر الذي أغضب تماما إسرائيل، وظهر بنيامين نتنياهو بهذه الطريقة وقال بأن إيران ارتكبت خطأ كبيرا وبأنها ستدفع ثمنا باهظا بسبب ما فعلته. وعندما ذكر هذه الكلمة كان بجانبه من رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، الذي ظهر أيضا صباح هذا اليوم مجتمعا برئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس وكالة الأمن الإسرائيلية سوية، واضح بأننا سنكون أمام عمليات من الموساد الإسرائيلي وعمليات أيضا عسكرية مشتركة في تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية أيضا محتملة إذا ما ردت إيران. وجاء أحد المسؤولين الإسرائيليين ليتحدث إلى NBC الأمريكية ويقول ببساطة بأن الرد الإسرائيلي سيأتي بسرعة، لن تنتظر إسرائيل كثيرا وستقوم وستنفذ هذه الضربة. لكن ما هو مثير بهذه المسألة أن إسرائيل ريدار ذكرت بأن طائرات الـ F-35 الشبح هي التي ستستخدم في هذه العملية ضد الجانب الإيراني، بأنها ستكون جزءا كبيرا لكي تتحدى طبعا وتسبب قلقا كبيرا أو تضرب الأهداف كما تريد في الداخل الإيراني، لأن إيران غير قادرة على تحدي هذه الطائرة تماما. لا بل أن موقع أكسيوس
كان قد ذكر طبيعة الأهداف التي ممكن أن تستهدفها إسرائيل للانتقام من كل هذه الضربات الإيرانية الكبيرة. واحدة من الأهداف هي المنشآت النفطية الموجودة الخاصة بالجانب الإيراني، كما تفعل طبعا إسرائيل وفعلت مرتين باتجاه جماعة الحوثي. وكذلك واحدة من الاحتمالات هي ضرب المنشآت النووية لأنها تشكل خطرا كبيرا على إسرائيل ومستقبل إسرائيل بأكمله. إيران أثبتت بأنها قادرة على ضرب إسرائيل بهذه الطريقة دون مقدرة الولايات المتحدة أو أي طرف آخر من إسقاط هذه الصواريخ، فما بالك لو كانت هنالك رؤوس نووية بهذه الصواريخ لاختلفت طبعا الوضعية بأكملها. وكذلك واحدة من الأهداف هي الأنظمة الدفاعية المهمة لدى إيران. ضرب هذه المنظومات الدفاعية يعني لن يكون هنالك ولن تكون هنالك الكثير من الدفاعات للمفاعلات النووية، مما يمهد إلى هجوم على هذه المفاعلات أو مواقع استراتيجية أخرى أو استهدافات بالاستخبارات من الموساد الإسرائيلي لشخصيات إيرانية مهمة، قد يكون قائد الحرس الثوري الإيراني أو حتى المرشد الأعلى. وخاصة أن إسرائيل تحدثت بأن سيكون لها رد قوي وغير متوقع أيضا في نفس الوقت. لكن المشكلة الأساسية هنا أن إيران قالت في حالة ضربت هذه المنشآت النفطية، وطبعا قالت هذه المسألة بشكل غير رسمي عبر قنوات التليجرام والقنوات الغير رسمية الخاصة بها، إن ضربت هذه المنشآت النفطية فإننا سنستهدف كل المنشآت النفطية الموجودة في الإمارات العربية المتحدة وفي عمان وفي المملكة العربية السعودية وفي أذربيجان، وسأضع العالم بأكمله في مشكلة حقيقية للغاية على مستوى الوقود. لن تضعون إيران ولن تضعوا إيران في مشكلة اقتصادية وتقومون بخنق إيران على المستوى النفطي، بل أن ردة الفعل ستكون أزمة كبيرة للغاية إن ما قمتم بهذه العملية. لا بل إنها قالت بأنها ترد على إسرائيل. وبالنسبة لإسرائيل طبعا قالت إن قمنا بضرب إيران وعادت إيران وضربتنا مرة أخرى فإن مصير المفاعلات النووية سيكون تحت النار وتحت الخطر. بالتالي نحن أمام ساعات صعبة للغاية، لا بل إن هنالك مواقعا ومصادرا مهمة مثل الاسبكتيتر على سبيل المثال كانت قد قالت بهذا الشكل اليوم بأن إيران لم تدفع أي ثمن باهظ على أرضها، لقد حان الوقت لكي يدفع خامنئي ثمنا باهظا. بالتالي نحن أمام فعلا ظروف صعبة. الولايات المتحدة، بريطانيا، كلها داعمة لعملية الانتقام الإسرائيلية القادمة. الولايات المتحدة لديها تحفظ، هي تريد إبقاء الأمور مسيطرة عليها، لكن بريطانيا لم تعلن عن أي تحفظ بأي شكل من الأشكال، على الأقل من كلمة رئيس الوزراء البريطاني الذي كان واضحا يوم أمس بطبيعة بأن بريطانيا داعمة لإسرائيل في انتقامها القادم من إيران.